الاهلي بيستعد وبيواصل استعداداته وبيختتم كمان استعداداته النهارده قبل مباراه الغد. عشان كده انا عايز اروح سريعا لزميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي من استاد مختار التتش عشان نطمن من خلاله على كل الكواليس وكل جديد النادي الاهلي قبل مباراه بكره باذن الله. يا توفيق مساء الخير. مساء الخير عليك يا امير، يعني تحياتي ليك ولكل مشاهدينك الكرام وكل متابعي قناه النادي الاهلي في كل انحاء العالم. اهلا بك يا توفيق، عايزين نطمن من خلالك على كل ما يخص الفريق وكواليس انتهاء استعداد النادي الاهلي لمباراه الغد امام طلائع الجيش، اتفضل. زي ما ذكرت يا امير في كلامك، يمكن الاهلي كمان المعلومه لازم نشير ليها، الاهلي بيعود للمشاركات المحليه بعد 32 يوم من الغياب. يمكن اخر مباراه كانت النادي الاهلي كانت في 26 يناير الماضي امام فريق بيراميدز في الاسبوع العاشر. الاهلي بيعود من جديد بعد 32 يوم ومباراه طلائع الجيش في الاسبوع ال 14. يمكن طبعا عشان زي ما كل الناس عارفين النادي الاهلي كان بيشارك في كاس العالم انديه، وبعد كده يمكن اول مباراتين في دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. كان التمرين زي ما ذكرت التمرين الاخير والنادي الاهلي ينهي باستعداده لمباراه طلائع الجيش غدا ان شاء الله. بدا في الثالثه والربع، استمر حوالي 140 دقيقه. كان سبق المران طبعا كالعاده محاضره فيديو من مستر موسيماني طبعا بيشرح اللاعبين طريقه الاداء في المباراه الجايه، نقاط القوه والضعف لدى المنافس اللي هيكون طلائع الجيش بالطبع. بعد كده بدا المران ببعض الجمل التكتيكيه، يعني بعض التدريبات البدنيه الخفيفه نظرا ان كان التدريب الاساسي امبارح كان رافع فيه الحمل شويه، لكن النهارده الاحمال البدنيه اقل بالطبع. بعد كده تم عمل بعض التمرينات في الثلث الاخير من الملعب الهجومي، بعض الجمل التكتيكيه للمستر موسيماني كان حريص انه يحفظها للاعبين ان شاء الله يتم تطبيقها في مباراه الغد. وبعد كده يمكن نهى المران بتقسيمه بطول الملعب تراي ماتش بين فريقين متكاملين، يمكن شهدت بعض الجمل وكان مستر موسيماني حريص انه يوقف التقسيم اكثر من مره، بعض الجمل اللي عايز يعدلها، بعض الجمل عاوز يضيف عليها، بعض اساليب اللعب عايز يطبقها في الفتره الاخيره. ويمكن يعني بشكل واضح بان لنا ان شاء الله التشكيل هيبدا بيه مستر موسيماني المباراه بكره، طبعا مش هنفصح عنه، لكن بنسبه كبيره في تعديلات كبيره عن ماتش سيمبا الاخير في دوري ابطال افريقيا هتبقى موجوده بكره في المباراه. يمكن قبل المران اعلن دكتور احمد ابو عبله سلبيه المسحه الطبيه للفريق بالكامل، وان شاء الله يكون كل اللاعبين متاحين امام الجهاز الفني للمشاركه غدا. طيب توفيق، عايز اطمن من خلالك على بعض اللاعبين وموقفهم من مباراه الغد، بالتحديد علي معلول وصلاح محسن وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر، موقفهم ايه؟ بالترتيب كده وواحده واحده معاك. طاهر شارك في المران بشكل كامل وكمان التقسيمه، واعتقد انه هيكون موجود بكره في المباراه سواء على دكه البدلاء او في ال11 اللي هيبداوا المباراه. بعد كده ناصر ماهر شارك في المران برده بشكل كامل فيما عدا التقسيمه، خرج قبل التقسيمه ما تجرى واكتفى بالجري حوالين الملعب. علي معلول يمكن ما ظهرش النهارده، اكتفى ببعض التمرينات الاستشفائيه في الجيم وداخل جيم النادي الاهلي. صلاح محسن برضو قضى بعض التمرينات الاستشفائيه داخل الجيم في برنامجه العلاجي، يعني زي ما بنتكلم ان اعتقد بنسبه كبيره كده كده طاهر موجود ان شاء الله في الماتش. ناصر ماهر احتمال يكون موجود واحتمال لا، يمكن احنا منتظرين خروج القائمه بعد دقائق، لكن علي معلول وصلاح محسن لا يعني بنسبه اكتر من 90% مش موجودين في مباراه بكره. كمان وليد سليمان ظهر النهارده، يمكن اكتفى بالجري حوالين الملعب هنا في ملعب التتش، وكمان محمود متولي طبعا في اطار برنامجه العلاجي ايضا اكتفى بالجري حوالين الملعب. نيدفيد ابتدى في التدريبات الجماعيه ولا لسه يا توفيق؟ لا، يمكن سالت كمان دكتور احمد ابو عبله، هو ماشي في البرنامج الموضوع ليه بشكل اكثر من رائع، لكن لسه ما نزلش الملعب وما شاركش في يعني التدريبات الجماعيه للفريق، لكن اعتقد ان شاء الله يعني كريم نيدفيد ومحمد محمود من اللاعبين المؤثرين ان شاء الله قريبا جدا يكون في اخبار ساره لكل جماهير النادي الاهلي، يكونوا بالتدريج داخلين ان شاء الله يمكن بدايه من الشهر القادم ان شاء الله يكون لهم تواجد مع الفريق الاول ان شاء الله في التدريبات الجماعيه. ان شاء الله يا توفيق، انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي اللي كان معانا على الهواء مباشره من استاد مختار التتش، طمنا بشكل كبير جدا على اخر استعدادات النادي الاهلي لمباراه بكره امام طلائع الجيش، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. اذا اللي هيكون متاح لمستر بيتسو موسيماني، ولما نشوف برضو القائمه اللي هتخرج خلال لحظات، بمجرد ما تخرج اكيد واحنا على الهوا هنقول لحضراتكم قائمه الفريق، لكن اللي جاهز هو طاهر محمد طاهر بما انه شارك في كل فقرات المران. لكن فيما يتعلق بعلي معلول، صلاح محسن، ناصر ماهر، اعتقد ان هم خلاص كده خارج مباراه الغد،
وبرده كله هيبان بالتحديد بخصوص ناصر ماهر. ما اعتقدش انه بكره هيكون موجود، او ما اعتقدش كمان القائمه هيكون متواجد فيها، لكن كلها اسماء كبيره جدا، ومجرد عودتهم كمان هيدوا اضافه كبيره جدا لفريق الاهلي، وخصوصا في ظل تواجد عدد وافر من اللاعبين المميزين في صفوف الفريق. ولسه كمان وليد سليمان، عندنا لعيبه كتير ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني اتمنى لهم يا رب دايما التوفيق.